حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنا علاء الصالح وهذه حلقة جديدة من استديو التاسعة. من أين نبدأ يا تركيا اليوم؟ هل نبدأ من الإعلان التاريخي لدخول تركيا عالم منتجي لقاح فيروس كورونا صنع في تركيا؟ ما هو تيركوفاك؟ لقاح جديد، من أين نبدأ؟ هل نبدأ من هنا أم نبدأ من الخطاب التاريخي الذي قلب الموازين في تركيا؟ ليس لقوة كلماته ولكن للأفعال والإجراءات كما يبدو المصاحبة لهذه الكلمات التي أطلقها الرئيس أردوغان ضد خصومه كالحمم البركانية، كأنها قذائف صاروخية. لمن لم يتابع خطاب أول أمس بالتحديد فليتابعه كلمة كلمة، ربما لمحاولة معرفة ما الذي يجري. كثيرون كتبوا، كثيرون تحدثوا عن الليرة التركية وعن هذا التحسن غير المسبوق. خبراء عبروا عن دهشتهم، ماذا جرى؟ كيف للليرة التركية أن تنتعش وتتحسن بهذه الطريقة أمام الدولار؟ ما زالوا يحاولون الفهم وما زلنا نحاول الفهم. الثابت كما يبدو وكما نتمنى ويتمنى كثيرون أن تركيا بخير وتمضي نحو أهدافها الكبرى لتحقيقها بإذن الله، لما فيه مصلحة تركيا ومصلحة كل محب لها من الذين جاءوا إليها كضيوف أو من الذين يدعون لها ليل نهار في شتى بقاع الأرض، ونسمعهم ونتابعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك. الثابت أن تركيا بإذن الله منتصرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بضيفنا الدكتور يوسف كاتب أغلو، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور يوسف، منورنا في استديو التاسعة. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. الملفات كثيرة والأجواء طيبة على كل حال ومبشرة، وسنغوص في التفاصيل بعد تقرير أعده زميلنا محمد أبو شمالة لو سمحت لنا دكتور كالعادة. تفضلوا مشاهدينا نتابع هذا التقرير إذن الذي أعده سامح عيسى. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، نعود ونرحب بضيفنا المحلل السياسي الخبير في الشأن التركي دكتور يوسف كاتب أوغلو. دكتور يوسف، ما هو العنوان في تركيا اليوم؟ يوم تاريخي في الحياة التركية وإفشال محاولة الانقلاب الاقتصادي الفاشل يوم 21 من هذا الشهر. 21 ديسمبر يشبه 15 من تموز 2016. كما أفشل الرئيس الجمهور رجب طيب أردوغان بمحادثة هاتفية يوم 15 تموز 2016 محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، تم إفشال محاولة الانقلاب الاقتصادي الفاشل يوم 21 ديسمبر عام 2021. نعم بكل تأكيد. خطاب أول أمس الذي تشير إليه الآن حوى الكثير حقيقة، ورافقه تحسن كبير وصادم لكثيرين ما حصل للليرة. كل الكلام كان دكتور يوسف الليرة 18 وربع ومكملة لل 20 ولل 21 وأرقام وتشليف، فجأة تحسنت ووصلت إلى ما يقارب من 11 مقابل الدولار. سمعنا الكثير وقرأنا الكثير، نريد أن تفهمنا ما الذي جرى؟ هل هو الخطاب أم ماذا؟ ما الذي جعل الليرة تتحسن بهذه الطريقة خلال ساعة ربما؟ يا سيدي، لنقول كما يقول المثل، وما النصر إلا صبر ساعة، وما نقول إلا كما يقال أليس الله بكاف عبده. عندما تكون مؤمنا أنت بقضية وعندما أنت تحارب من أجل هذه القضية، الرئيس أردوغان قالها مرارا، لسنا مع رفع الفوائد، نحن ضد لب الفوائد. هذه الدولة وهذه الأمة دفعت الكثير والكثير للب الفوائد. من هم لب الفوائد؟ هم هؤلاء الذين يقتاتون ويمتصون خيرات الشعب من خلال تكديس الأموال في البنوك من أجل جني الأرباح من المال. المال يؤتي المال، وبالتالي كان هنالك حرب اقتصادية على لب الفوائد، وكان هم دائما هم يسندون ظهورهم ويدعمون أنفسهم بالدولار الأمريكي الذي يأتي من الخارج، وكانوا يظنون بأن ستعدم الحيلة، لن يكون هنالك خيار، إما أن يرفع الفائدة
وإما ستنخفض الليرة التركية ويرتفع الدولار. هذا هو ديدن النظام المالي العالمي الآن في كل دول العالم. ما حدث يوم 21/12 يدرس في الجامعات. لأول مرة يتم كسر هيمنة الدولار أو الفائدة، إما أن ترضى الفائدة العالية أو إما الدولار سيرتفع. تم إحباط هذه النظرية. البروفيسورات الموجودين في الجامعات منذ 30 عاما يقولون لن نشهد بهكذا حل غير طبيعي، حل استراتيجي. ما حدث بكل تبسيط أنه لم يتم الرضوخ لرفع الفائدة أولا، ولم يتم الاستدانة والاستعانة برؤوس أموال أجنبية وتسليم رقبة الاقتصاد التركي للدولار ثانيا، وبالتالي يتكلم عن إبداع حقيقي، عن إنتاج كيفية حلول. وتقول لك الحاجة أم الاختراع. نعم كان هناك ضغوطات، كان هناك حرب، والحرب كان من العدو الداخلي قبل العدو الخارجي، المعارضة والمطبلون والمزمرون وجمعيات رجال الأعمال التي كانت تناصر يجب الاستدانة، يجب رفع الفائدة، هذا الطريق مظلم. وكانوا يراهنون على أنه يجب أن يكون هنالك ثورة شعبية، يجب أن هنالك غلاء، هنالك انهيار في العملة. والكل يقول لك في الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي، يقول لك تركيا متجهة نحو الإفلاس، الاقتصاد التركي انهار، العملة في الحضيض، يراهنون على ذلك. ما الذي حدث؟ بكل بساطة تركيا قلناها مرارا، المؤشرات الاقتصادية التي هي المؤشرات لأي دولة قوية، لا يوجد الدين إلى صندوق النقد الدولي صفر. بس دكتور يعني بشكل مباشر ما الذي فعله أردوغان؟ كأنه يعني ضغط على كبسة زر، كأنه يعني رفع سيفه وقطع رأس المضاربين. ما الذي فعله في خطاب؟ الذي فعله في خطاب مدة نصف ساعة، تكلم بصورة قطعية، زرع الثقة، أعاد الثقة إلى العملة التركية، وأعطى للناس ما يريدون. ماذا يريد الناس؟ المودع ماذا يريد؟ يريد ضمان لماله أن لا يتبخر. أعطى هذا الضمان، قال له أنت لديك الآن هذا المال الذي ستودعه، إذا حولته إلى الليرة التركية فأنا كفيل لك بأن لا ينقص قيمته وأوائده وأرباحه عما لو كان بالعملة الأجنبية. وبالتالي هذا الضمان بشرط أن يحوله من الدولار إلى الليرة التركية. وأمامك 3 خيارات، إما 3 شهور 6 شهور أو سنة. وضمن هذه الخيارات 3 يحول إلى الليرة التركية، يدخل في الاقتصاد الإنتاجي. المال عندما يوضع في البنك، البنك يدخل في المضاربات والمرابحات مع من يريدون تمويل، مؤسسات متوسطة وصغيرة. هنا صاحب المال المودع لهذا المال إذا ما حول إلى تركيا، البنك، الحكومة، الخزينة، ليس البنك، الحكومة والخزينة تضمن له فوائد التشغيل هذا المال، وأيضا فيما لو كان الدولار ارتفع أعلى من القيمة الليرة تعطيه الفرق ربحا. من أين؟ من الخزينة، وليس من البنك، من الخزينة، من الاحتياط الموجود، الاحتياط التركي الموجود. وإذا ما كان الدولار أقل لا تحمله الخسارة. وبالتالي هرعوا الملايين، قاموا بتصريف مدخراتهم من الدولار إلى الليرة التركية في ظرف ساعة واحدة، 1,400,000,000,000 دولار، يمكن ما يقارب مليارين صرفت بالمطلق. هذا واحد. ثانيا، بس خليني سريعا قبل ثانيا بنقطة، من أين؟ البعض يقول لك هذا على المدى ربما المتوسط والبعيد سيؤثر على نسبة التضخم، لأنه الدولة ستدفع من خزينتها، ستطبع مزيدا من الليرة غير مغطاة لتدفع الفروقات سعر الصرف. هذا غير صحيح يا سيدي. لماذا؟ لأن أصلا الخزينة التركية عندها الآن مدخرات 127 مليار دولار هذا أولا. ثانيا، هنالك روافد الخزينة. عندما تقوم أنت بهذا الأمر، أنت شاركت الناس في إعطائهم محفزات، وهذه الأموال ستذهب إلى الصادرات وإلى الإنتاج وإلى الصناعة، وبالتالي سيأتيك المردود. ثالثا والأهم من هذا، أنه تم إعطاء، وهذه نقطة مهمة جدا، فتح موضوع الثقة والأمان للمدخرات الغير رسمية، ما يسمى تحت الوسادة، من ذهب، من أموال مكدسة في البيوت أو في ممتلكات خاصة، فتح لها المجال. قيل أحضروا هذه الأموال، أحضروا الذهب ما لديكم وأودعوها في البنوك، وسيكون لها نسب أرباح عالية تتناسب، إذ لم تكن كارتفاع الدولار
أعلى من ارتفاع الدولار. إعطاء الثقة واحد، إعطاء الضمانات لأرباح اثنين، ثالثا القضية أصبحت قضية وطنية، الكل يريد ألا ترتفع الفائدة، رفع الفائدة يضر بالجميع. سيتم إعلان رسم سعر صرف الليرة كل يوم عند الساعة 11 ظهرا من البنك المركزي، يتم إعلان سعر صرف الليرة. هذه سابقة، أول مرة تحدث. بكل تأكيد، بكل تأكيد. فوائدها وأضرارها؟ بالعكس، لا توجد أضرار، إنما فوائد أن هنالك سيطرة وإعطاء وضوح رؤية وإزالة الضبابية. مو معقول كل يوم كل ساعة كل نصف ساعة يكون سعر شكل والعالم لا يعلم ماذا يتصرف. تمام. توقفت الحياة عندما كان هنالك تذبذب في العملة، عندما كان هنالك مضاربات. هل تدري يا سيدي من الذي كان يقوم به لوب الفوائد؟ يذهبون إلى البنوك، يأخذ القروض من قروض فلوس الدولة، فلوس الأمة، يأخذونها ثم يشترون بها الدولار ليضاربوا بها في الأسواق المالية، وبالتالي يعني يضارب ليس برأس ماله، يضارب للدين من الدولة ليضر الدولة. تم قطع الطريق على هؤلاء، لذلك الآن أصبح هنالك إفشال انقلاب اقتصادي. الآن الموديل الآن الموجود موديل لأول مرة في التاريخ الاقتصادي أو في ما يسمى الحالة الاقتصادية يتم اعتماده، وبالتالي تعافت الليرة وأصبحت لديها قوة أكثر من 40% في خلال ساعات سويعات قليلة فقط، وأحبط من كان يراهن على الدولار وعلى العملات الأجنبية، والآن هم الآن يضربون أخماس بأسداس ولا عزاء لهم. قال لك لأنه تم ضخ ما يقارب من 7 مليارات دولار في السوق على مدى دفعتين من خلال البنوك الحكومية، هكذا الآن ربما البعض يشيع. هنالك من قال أنه ضخ 7 مليارات، وهنالك مصادر أخرى خليجية تقول ضخ 40 مليار، وهنالك مصادر أوروبية تقول ضخ. شو كل هذا الكلام؟ هذا كله كلام لا قيمة له، هذا وراء، هذا ليس له أي قيمة على أرض الواقع. الذي ضخ المال هو الشعب التركي بنفسه، الذي قام وصرف الدولار هو الشعب التركي بنفسه، وإلى الآن طوابير الآن على مراكز الصرافة الكل يريد أن يصرف إلى الليرة التركية. يا سيدي تم قلب. لماذا الطاولة. لماذا يا دكتور يوسف هذه الهبة الشعبية التي شهدناها؟ لأنها أصبحت هذه بمثابة حرب وطنية على العملة الوطنية. هذه الحرب الوطنية يا أخي لا أحد يستطيع أن يعاند روح الأمة. عندما تكون هنالك الطيب أردوغان ماذا يختلف عن بقيته؟ أنه ليس الأمر شخصي، هو يدافع عن مكتسبات الأمة. ما قيمة الفوائد؟ الفوائد العالية لماذا لا توجد في أمريكا؟ الفوائد العالية لماذا لا توجد في أوروبا؟ لماذا لديهم الفوائد 1% وصفر في المئة وربع وصفر وربع. نعم. لماذا حلال عليهم وحرام على الدول الإسلامية وعلى دول مثل تركيا؟ لذلك هي نوع من فرض السيادة والابتزاز يطبقونها على هذه الدول لتبقى مستهلكة فقط. تركيا قالت نحن سنكسر هذه القاعدة. يعني خليني بس دكتور، الذين خرجوا ليلة 15 تموز وضحوا بأنفسهم لإفشال الانقلاب، هذه الشريحة هبت من جديد أول أمس لتدافع عن تركيا؟ الذي الآن يصرف الآن الدولارات إلى ليرة تركيا هم الوطنيون الذين يهمهم أمر عملتهم، وهم الذين هم الآن يدافعون عنها بأموالهم ونقودهم ويستفيدوا أيضا. هم يريدوا أن يبقى هذا النظام الذي يعطيهم الثقة والأمان ويعطوهم الفائدة واجب وطني قبل أن يكون واجب اقتصادي وواجب منفعي، وبالتالي هم الآن الذين هبوا الآن. وإلى الآن رأينا احتفالات، الناس احتفلوا، الدبكي شغال بالشوارع، احتفلوا الناس. لماذا احتفلوا الناس؟ إنها قضية وطنية، القضية يعني نحن في حرب اقتصادية، قلناها مرارا لا يوجد مؤشر على انهيار العملة. في ناس ما بدهم يفهموا أنه في حرب اقتصادية على تركيا، شايفين الموضوع سياسات اقتصادية ومالية خاطئة من رئيس أردوغان وفريقه. إذا أخذوا الجواب، إذا الآن جاءهم الجواب، الآن هذا الجواب في خلال نصف ساعة عندما تتعافى الليلة. لما تحكيهم بالمنطق بقول لك يا عمي خلصنا من المؤامرة، خلصنا من موضوع الحرب. وبالتالي ما الذي تغير في خلال نصف ساعة كمؤشرات اقتصادية؟ لم يتغير شيء. وبالتالي عندما تتعافى الليرة وتقوى 40% يدل على أنها كانت عبارة عن شائعات ومضاربات مالية وليس على فقاعات كما قال وزير المالية. فقاعات، وفقاعات لا قيمة لها، فقاعات هوائية، فقاعات بالون تبخر وانفجر وليس له قيمة، سبيكلاسيون، شائعات مالية، مضاربات وهمية ليس لها على أرض الواقع. دكتور ما في تشجيع الآن للمودع أن يضع ويحول من الدولار لليرة ويأخذ نسبة ربا؟ ما في تشجيع للتعامل بالربا هنا؟ ليس هنا يا سيدي، هنا القضية أنه يودع في البنوك بهدف التشغيل أمامه خيارات.
أمامه البنوك التشاركية. البنوك التشاركية هي بنوك إسلامية، ليس كل شرائح المجتمع التركي هي ضد هذا الموضوع، هنالك فئة نعم لا تريد الربا بكل أطيافه، وبالتالي لدينا البنوك التشاركية تضع المال وتقول لك هذا المال سيدخل في مشاريع إما تكافلية أو تشاركية، ما يسمى بالنظام الإسلامي المضاربة المالية، أو ما يسمى الموضوع المشاركة. يعني النية حقيقية بالفعل هنا عند الرئيس أردوغان، هو قال لك أنا مسلم والشريعة الإسلامية تحرم الربا وأنا سأطبق هذا الحكم، الموضوع لا يدخل في السياسة، الموضوع يعني متعلق بقناعات هنا بكل وضوح بكل صراحة. يا سيدي يجب أن نفند الأمور بالخطاب أول أمس قال لك هكذا بهذه الكلمات، أن نفند الأمور. نتكلم الآن نظام تركيا نظام علماني وليس هو نظام دولة إسلامية، هذا أولا، ولكنه هو يستند في خطابه الرئيس أردوغان يقول لك هذه الفائدة لا تأتي بخير، غير أن نحن مسلمين وهي أصلا في شرعنا وديننا حرام، هذا أول مأخذ. ولكن النظام الموجود الذي تعمل به النظام المالي في تركيا هو نظام علماني، وبالتالي أنت الآن أمامك خيارات، الخيار الإسلامي في البنوك الإسلامية والخيار الربوي في البنوك الربوي. فهم دكتور، بس كأنه هذه الجزئية التي قالها الرئيس أردوغان كأنها أيضا سابقة عندما يتحدث بهذا المنطق وبهذا البعد الديني، وبالتالي هو أراد أن يعطي رسالة يقول بأن ديننا هو مع الفائدة لجميع شرائح المجتمع، وبالتالي نحن مع أن تكون الفائدة صفر صفر، هذا هو الهدف، ولكن لن تكون بالإجبار وبالإكراه ولن تكون بسن القوانين، لا، وإنما نحن نقول لكم أن هذا الطريق يجب أن نصل إلى الفائدة الصفر، وهو أيضا يتماشى مع ديننا، هي دعوة غير مباشرة، دعوة أيديولوجية غير مباشرة من ناحية الاقتصاد، مع الإشارة إلى مخزون الذهب والحديث عن اقتصاد جديد في تركيا، نموذج جديد. إذا جمعنا كل هذه الأمور، هل سيرجع أردوغان للتعامل بالذهب أو لتغطية الليرة بالذهب مثلا؟ هل هذا ممكن؟ يا سيدي بالنسبة لموضوع الذهب، تركيا لديها أرقام دقيقة، مخزون تركيا من الذهب 606 طن من الذهب، المرتبة العاشرة في العالم، الرقم عاشر في العالم، من أصل 197 دولة مسجلة في الأمم المتحدة تركيا لديها 606 طن. هذا تركيا كان هذا الخزين من الذهب ومعادن الثمينة. المشكلة متى قامت القيامة لم تقعد؟ عندما سحبت تركيا هذا الخزين هذا الذهب من بنوك سويسرا وأمريكا وحضرته إلى تركيا، هنا جن جنون أمريكا وجن جنون أوروبا، يقول لك ها معناه هنالك في طبخة، لماذا سحب هذا الذهب؟ وبالتالي يريد أن يستقل، يريد أن يبتعد عن هيمنة النظام العالمي. ما هو النظام العالمي؟ هو امتصاص خيرات الأمم، والدولار يتم طبعه بخمسة سنت ويتم سرقة مقدرات الشعوب والفوائد المركبة العالية. إذن نتكلم عن الآن نظام داخلي مالي مستقل ذو سيادة، لن يخضع لا لابتزاز الدولار ولا لابتزاز الفوائد العالية، وبالتالي الذهب الآن الموجود 606 طن هو كافي. الآن نتكلم عن إضافة إلى هذا المخزون الموجود حقيقة، هنالك الذهب الغير رسمي الموجود تحت الوسادة الموجود عند المواطنين. طيب دكتور حتى نفهمها، لأنه صدر بيان عن وزارة الخزانة والمالية أيضا وفي أمور تقنية وفنية كتير ناس ما فهموها، هيك لو تلخص لنا أهم الإجراءات الآن التي نحن بصددها، واضح بأنها ضمن خطة احتياطية كانت جاهزة للتعامل مع ما جرى للليرة وتم الدفع بها، أهم ما يميز هذه الإجراءات باختصار شديد؟ وتم باختصار شديد سحب البساط من أهمية الدولار، وأصبح الدولار الآن لا قيمة له في تركيا، طلع نزل لم يؤثر وأصبح بعيد الاهتمام عن تركيا. لماذا؟ لأنه القانون الجديد أو الإجراء أو الآلية الجديدة تقول كل من يحول حسابه الذي هو بالدولار إلى ليرة تركية فسيحصل على مكاسبه من خلال إيداعه في البنك سواء تشاركي ربحي أو كان ذو فائدة بالإضافة إلى فرق الدولار. طب ليش ما أعملوها من قبل من سنوات هذه المسألة لحماية الليرة دكتور يوسف؟ هل لأنه كان الوضع لا يحتمل، كان أردوغان ينتظر أمرا ما ليحدث ليتمكن من إجراء ما اتخذه من قرارات؟ هذا القرار هذا كان موجود أصلا، ولكن كان موجود وفق النظام العالمي ربح وخسارة، يعني إذا ما ارتفع الدولار فيتم التعويض وإذا ما نزل الدولار يتم حساب الخسارة على المودع.
هنا الجديد في الموضوع بأن الدولة هي تقول لك فقط أنت شريكي في الربح وليس فقط في الخسارة. أنا سأتحمل، أنا أعطيك الثقة الآن، عليك أن تضمن وتطمئن. أنا دولة، أنا عندي مخزون الذهب، هي الضامن، أنا الضامن. هنا قضية زرع الثقة، هو كانت حرب ثقة يا سيدي، كانت هنالك زعزعة الثقة. الانهيار الذي صار هو انهيار ثقة، الشائعات كاذبة، الإعلام كاذب، الهجوم مضاربات كاذبة، وبالتالي الذي عاد هذا الموضوع هي الثقة. وعندما يتكلم الطيب أردوغان له مصداقية، طلعت 20 عاما لم يتكلم كلام إلا ونفذه. واضح أنه رئيس أردوغان يعني من خلال تغيير في السياسات الخارجية ربما يركز على الداخل الآن بموضوع المضاربات، يعني حتى ربما للمرة الأولى وصحح لي إذا غلطان يسمي التوسيات بالاسم وبهذا الحزم والحسم في مخاطبتهم، نعرف من أنتم، نعرف جذوركم، وأنتم ما تلعبوا معانا. يعني من هي التوسيات؟ شو هالمنظمة هذه سريعا لمن لم يسمع بها من قبل؟ دعني أخبرك يا سيدي، يعني في التوسياد وفي الموسياد. دعني أخبرك يا سيدي بأن هنا تركيا لدينا ما يسمى مؤسسات مجتمع مدني، منظمات غير ربحية، جمعيات رجال أعمال، ومن أهم هذه الجمعيات هنالك لوبيات. هذه الجمعيات تحت مسمى جمعية أو NGO اللي هي جمعيات غير ربحية. هذه الجمعيات عبارة عن تكتلات تحالفية احتكارية تحتكر توسياد. هذه تم إنشائها منذ تأسيس الجمهورية التركية، وهي نادي الأغنياء. نادي هي عبارة عن 167 شركة تقريبا تحتكر تقريبا أكثر من 50% من الإنتاج القومي، ولديها أكثر من عشرات الملايين ممن يعملون تحت إمرتها. وهؤلاء اتحاد الصنايعيين والتجاريين والخدمات، وهم نادي الأغنياء. هؤلاء لا يسمح لأحد أن يدخل، وهم ذو طبيعة علمانية بحتة، هم يعيشون، يعني يتدخلون في السياسة بشكل مباشر، هم الذين يحددون السياسة، لا يتدخلون، هم الذين يرسمون السياسة، هم الذين يسقطوا الحكومات. هل صحيح أنهم ساهموا بإسقاط أربكان رحمه الله سابقا؟ بكل تأكيد، لديهم منظومة إعلامية ضخمة جدا، ولديهم منظومة اقتصادية تدعم بشكل قوي المسار السياسي. وهؤلاء من لا يتماشى مع مخططاتهم يقوموا بإسقاطه، وبالتالي هم كانوا وراء تانسو تشيلر، وراء إسقاط رحمة الله عليه نجم الدين أربكان، وراء والضغوطات على الرئيس رجب طيب أردوغان كانت صدام طويل المدى. ولكن الرئيس رجب طيب أردوغان كان لهم بالمرصاد، وتم قصقصة أجنحتهم، وخطابه لهم وتوجيه تحذير شديد اللهجة عندما قال: نحن نعلم من أنتم، أنتم عليكم أن تتماشوا مع خطط الحكومة، الإنتاج والتشغيل. بس هذا إعلان حرب يا دكتور يوسف. لماذا؟ ليس إعلان حرب، هذا وضع حدود لكل له حده. هذه أنت جمعية رجال أعمال، عليك أن تنتجي وتعملي، لا أن تدخلي في السياسة. جميل. ليس لك علاقة في الحكومة، أنت لست حزب سياسي. هؤلاء لب الفوائد، كل هذه الجمعية لديها بنوك ربوية. بس دكتور، مع كل هذه الإمكانيات والأرقام التي أشرت إليها وغيرها كثير مما تمتلكه منظمة التوسياد في تركيا، هل الرئيس أردوغان قادر على مواجهتها بهذه الطريقة؟ يعني إذا هي أرادت أن تتدخل في السياسة. الرئيس أردوغان ليس لوحده، الرئيس أردوغان يمثل الهرم، قمة الهرم السياسي. الرئيس أردوغان يمثل 33 مليون انتخبوه في 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 تركيا. الرئيس أردوغان هو قمة الهرم السياسي، القانون هو الذي يدعم الرئيس أردوغان. نحن في دولة قانون، نحن لسنا قبيلة هنا، وبالتالي تسياد عليها أن تحترم القانون، وأن لا تحارب وتشيطن العملة الوطنية، وأن تدعم الدولار وتدعم. تقول ماذا قال التوسياد في بيانهم يوم السبت؟ قالوا ارفعوا نسبة الربح من جديد، ارفع الفوائد. صح. من يخدم الفوائد؟ لمصلحة من؟ هذه الفوائد إذا ما رفعت تخدمهم لهم. هل تدري يا سيدي قبل مجيء أردوغان كم كانت الفائدة في تركيا؟ هؤلاء الذين الآن ينادون رفع الفائدة، كانت الفائدة في تركيا في قبل مجيء أردوغان وصلت إلى 1300%. وعندما جاء أردوغان نزل بهذه الفائدة إلى في 2013 عندما سكر الدين، نزل إلى 4.6%. نجح أردوغان في ذلك. الآن من خلال محاولة الانقلاب الفاشل وغيزي بارك والمؤامرات والتآمرات ارتفعت إلى وسط 19، الآن نتكلم عن 14%. لذلك أردوغان يعلم أسلحتهم تماما وخاطبهم. التلاعب بالأسعار عند التوسياد أيضا، التوسياد هي من أهم
هذه هذا، ولكن هنالك على نمطهم الكثير من الجشعين والذين التجار، لا نقول التجار هي كل شيء، هنالك ايضا من هم محتكري او هم ما يريدون الربح السريع. شو الفرق بين التصياد والمصياد؟ التصياد هي ما يسمى جمعيه رجال الاعمال الصناعين الاتراك، هذه ترجمتها. واما المصياد جمعيه رجال الاعمال المستقلين الصناعين الاتراك. التوسياد تمثل التيار العلماني المتشدد، المسياد تمثل التيار المحافظ بين قوسين الإسلامي المعتدل، وشتان بين التوسياد وبين موسياد. موسياد من إمكانيته أقوى في تركيا؟ توسياد طبعا، توسياد طبعا. لماذا؟ 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 لأنهم أعطوا على مدى 40 و50 عاما كل الامتيازات، مصانع السيارات فورد، فيات، كل مصانع رينو كلها أعطيت لهم. مثال بسيط، مصنع القبعة عندما طلع قانون القبعة أعطي لهم، أعطي إمكانات لكل من يدعمهم فكرا وأيديولوجية. أما الموسياد تمثل الشريحة الوسطى الأعرض الأكبر، أكثر من 37,000 شركة، الأولى 163 شركة أو 167 شركة، هذه 37,000 شركة تمثل الطبقة النبض الحقيقي للمجتمع التركي. كيف يمكن تجنيب تركيا المواجهة بين التوسياد والمصياد والحكومة التركية؟ هل يمكن تجنيب تركيا هذه المواجهة؟ لا مواجهة يا سيدي، لا نتكلم عن قطبية، نحن ضد القطبية في تركيا، نحن كلنا نتكلم عن الأمة التركية ككل، والكل سواسي أمام القانون، ولكن يجب أن يكون هناك تعطى الفرص بشكل متساوي للجميع. الآن يجب أن يكون هناك عدل في هذا الموضوع. تركيا ضد أي تآمر على العملة الوطنية، ضد أي تآمر على اقتصادها الوطني، ضد ما يسمى الفوائد العالية. لا يمكن القبول من أجل فئة معينة هي توسياد تستفيد بخيرات 83 مليون. هؤلاء وصلوا إلى مرحلة يا سيدي قبل 2002 يأخذوا فوائد الديون التي يقرضون بها الدولة، الدولة لا تستطيع أن تسد فوائد الدين لهم. هؤلاء كانوا يمسوا خيرات الأمة، لماذا ندعم هؤلاء؟ وبالتالي نحن لسنا مع القطبية، نحن مع الوطنية ومع الأمة، الأمة بكاملة. هم عليهم أن يراجعوا حساباتهم، وبالتالي الطيب قال لهم عليكم إما أن تندمجوا مع الاقتصاد الإنتاجي، أن تؤسسوا مصانعكم، تشغلوا أيدي عاملة، تصدروا، تجدوننا معكم، وإلا لا تقفوا بوجوهنا فأنتم لستم ندا لنا. يعني ما تعادوا الدولة، الدولة ما في مزح معنا. فهذه قضية، قضية قوانين لضبط مفاهيم الأمة، لا نريد صدام وتفرقة وتسيار. بالتأكيد هذا التحدي من الرئيس بهذه اللهجة بهذه النبرة ربما غير المسبوقة، يعني مبنية على ركائز على أعمدة، لأنهم هم كانوا وراء التدخل السياسي، التدخل في هندسة وتصميم المستقبل السياسي، وكانوا يراهنون على سقوط أردوغان في هذه الانتخابات، وكانوا يدعمون. ويقوى أحدهم، دعني أقول لك، محافظ البنك المركزي السابق هو عضو في الحزب الجيد، قال على الجميع أن يشتري الآن الدولار، الدولار الآن نزل قيمته لكنه سيصعد من جديد إلى 25. هكذا يتم التضليل، هكذا يتم استخدام الشائعات. من يقول؟ محافظ البنك المركزي. الرئيس يهددهم بالمحاكمات وبالمقاضاة، سيتم سحب الحصانة الدبلوماسية وسيحاكم وربما يسجن، لأنه هذا إضرار في قوت الناس، إضرار معلومات غير صحيحة، معلومات كاذبة، وزرع الفتنة والبلبلة والضرر بالاقتصاد. يخدم من؟ يخدم أعداء الأمة، لا يخدم التركية. هي ضرب الثقة، موضوع ضرب الثقة حتى بموضوع عندما تتحدث بهذه الطريقة دكتور، البعض يقول لك يا عمي خلصونا من العواطف، خلينا نتحدث بشكل علمي وبشكل تخصصي وبشكل فني، كأنه التخصص والحديث الفني والعلمي لا يستوي إلا عندما يضر بالاقتصاد وبالليرة التركية. وهذا لا يمكن القبول به يا سيدي، نحن أمة متكاملة بحياتنا ومعتقداتنا وقيمنا ونجاحاتنا وأعمالنا وقوانيننا، ولن نسمح لأحد أن يمس ثوابت هذه الأمة من واحد، لا إضرار في اقتصادها ولا إضرار بوحدة أراضيها ولا بتفرقة بينها وبين الفئات الأخرى من المجتمع. بس كيف يمكن الموازنة هنا بين عدم الوقوع في زعزعة ثقة الناس وإثارة الشائعات، وبين موضوع أن تكون بالفعل موضوعيا؟ يعني البعض حتى يتساءل دكتور مثلا أنه طيب وما يدرينا أن تحصل ارتدادات لأسعار الصرف مرة أخرى بشكل سلبي كبير. دعني أقول لك كلمة، أردوغان قالها كلمة وأنا أعيدها هنا، الرئيس أردوغان قال نحن نعلم ماذا نعمل ولدينا الخبرة الكافية بعد 40 عاما في السياسة أن
أن نخطط لما فيه مصلحة الأمة، ولا أحد يظن بأنه هو سيكون من الذكاء بمكان أن يخطط أفضل مما نخطط له. وبالتالي كل ما نقوم به نعلم ماذا نقوله، ونعلم لما نقوله، ونعلم متى نقوله، ومن أجل من نقوله. هذه نقطة مهمة. هنالك يا سيدي الأمر ليس عشوائي، وهنالك خطط موضوعة وقالها. لا تتوقع أن يكون الطريق إلى انتخابات 2023 مفروش بالورود، سيكون هناك الكثير من المؤامرات والتآمر ومحاولة وضع العصر في الدواليب من أجل إعاقة الانتخابات. الانتخابات ستجري في وقتها لا تغيير، ونحن ماضون في ولا نرفع الفوائد، ولدينا القوة الكافية لتغلب على كل العقبات، وهي مستمدة من شعبنا. وعندما يمكن إذا عمل الانتخابات بكرة يكتسح أردوغان بسبب ما حصل، وهناك الكثير من المفاجآت، ستأتيك مفاجآت كثيرة، خصوصا عندما نتكلم عن ربما النجاح اللقاحات والاكتشافات بالنسبة للطاقة الجديدة الآن، وكيف سيكون هناك حصة متساوية لكل مواطن تركي من البترول المستخرج ومن الغاز المستخرج، سينعكس بشكل متساوي إلى جميع أفراد هذه الأمة، وهذه سابقة في التاريخ. هذه معلومة؟ معلومة، هذه معلومة، هذه ستؤطر في قانون، هذا اسمه الركاز، أليس هذا هو الدين؟ الخارج من الأرض هنالك حق. مخزون الغاز وما يكتشف الآن من مصادر طاقة سيوزع على المواطنين، سيوزع له حصة من كل ما يخرج من الأرض على المواطنين جميعا، بغض النظر هو بحاجة أم غير بحاجة، له حق في ذلك. وبالتالي هذه أيضا تطبيق للركاز، هذا هو. لذلك يحاربون، لماذا يحارب أردوغان؟ لأنه هو يسعى لمصلحة الأمة، يعني الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار. بالضبط. وبالتالي الآن هو، الآن تركيا يا سيدي الآن خرجت من عنق الزجاجة، الآن تحررت من التبعية للدولار أو الفوائد، الآن أصبحت في، تقول لي ممكن أن ترجع؟ لا يمكن أن ترجع. لماذا ترجع؟ الثقة الآن الموجودة، الآن الفائض الآن ارتفع الآن الفائض إلى 137 مليار دولار بليلة واحدة، غير عائدات الصادرات، غير عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، غير عائدات النفط والغاز التي ستأتي عام 2022. لدينا مبشرات كثيرة جدا، ما ينقص هي الإرادة. الإرادة عندما يكون لديك قائد ذو إرادة ويعلم بأنه ماشي في طريق الحق ولا يهمه القيل والقال والشائعات، يصل إلى الهدف. وبالتالي في مفاجآت أخرى أيضا؟ نعم نعم، في مفاجآت. عام 2022 هو عام المفاجآت، بس هو اللي صار أول أمس كأنه الرئيس أردوغان قلب الطاولة على خصومه جميعا الذين كانوا يراهنون على إسقاطه، إن كان بانتخابات مبكرة أو ربما حتى عبر الشارع، كأننا كنا أمام مخطط، يعني من خلال ضخ وإشاعات وتهويل، والليرة رايحة على أرقام فلكية. غير قواعد اللعبة يا سيدي. أسألك، لماذا لا تسمع لا حسا ولا صوتا من رؤساء أحزاب المعارضة؟ أليس كان يجب أن يخرجوا ويتكلموا ويقيموا ما حدث؟ لا تسمع لهم. الآن ما زالوا يعيشوا الصدمة، ما زالوا أسيادهم يعيشوا الصدمة، حتى في الدول الأوروبية، حتى في أمريكا الآن. لا، ليس لديهم خطة باء أو خطة جيم، هم الآن أسقط في أيديهم. حتى في دول خليجية للأسف هناك من بدأ يغرد أنه وصلت إلى 18 بلس، يعني وفتحوا مجالا للتهكم الكبير. ومنهم من قال، وأنا قرأته وسمعته، ومنهم الأخبرني قال نحن متوقعين 25 بين 25 والـ50، وهي مسألة وقت، والانهيار مستمر ولا يمكن إيقافه ولا يمكن الرجوع إليه. بل حتى كان أحد المذيعين المشهورين قال لي بالحرف الواحد، قال لي لا يوجد هناك تذبذب، ليس هناك صعود وهبوط، فقط انهيار، دائما انهيار، دائما انخفاض. وبالتالي راح إلى المجهول. هذا الكلام هو الذي ذهب إلى المجهول، وبقيت تركيا واقفة ونظامها الاقتصادي قوي، والعملة التركية الآن متعافية، والآن الناس يقبلون على العملة التركية بكامل قوتها. ومن المتوقع أيضا أن هذا، بالإضافة إلى عامل الثقة، نشهد أرقام قياسية في الاستثمار والصادرات وطمأنة الجميع. جميل جدا دكتور يوسف، اسمح لي نشرك معنا الآن الأستاذ ناصر المطري، وهو الخبير في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي، ينضم إلينا. أهلا بك أستاذ ناصر، حياك الله. أستاذ ناصر اسمعني من الهاتف فقط. أستاذ ناصر في مشكلة؟ طيب حتى يرجع معنا الأستاذ ناصر.
دكتور يوسف، الآن الإعلان أيضا، خليني أنتقل لما أشرت إليه بموضوع التركوفاك أيضا. هذا الإعلان اليوم انتظرناه طويلا، إلى أي مدى بالفعل هو إعلان تاريخي أن تصبح تركيا اليوم من نادي الدول المنتجة للقاح فيروس كورونا؟ طبعا قبل كل شيء لنقول أن هذه، ما زلت أنا عند هذه القناعة بأن قضية كورونا وما بعد كورونا والمستجد المتحور الجديد هو عبارة عن هي أمر دبر بليل من أجل استنفاذ الكرة الأرضية بكاملها أكثر من 7 مليارات في استنزاف مطلق، وبالتالي هذا المشروع الذي من خطط له سواء كان قوى عالمية أو قوى يهودية أو غيرها هم سيستمرون في ذلك، وأنا قرأت في هذا الموضوع حتى أنهم سيستمر حتى عام 2025، وبالتالي هم هنالك احتكار لموضوع اللقاحات. الصين، روسيا، أمريكا، ألمانيا، الدول العظمى، لأول مرة تأتي دولة من خارج الدول العظمى ألا وهي تركيا وتبدأ تنافس بقوة. ولا ننسى أن ألمانيا الذين أوجدوا اللقاح هم عالمان أصلا من أصل تركي، وبالتالي نرى هنا الآن بأن خليني سأكمل معك، وهي نقطة جدا مهمة، هذا إعلان يعني جدا مهم بموضوع الذي نتحدث عنه. خلينا نتابع ما قاله الرئيس أردوغان كيف أعلن بدء الإنتاج لهذا اللقاح. تفضل مشاهدينا سريعا. طيب، إذن فيديو الرئيس أردوغان الذي أعلن فيه بدء الإنتاج التسلسلي للقاح تركوفاك، جاهز معنا؟ bugün ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı Türkovak'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi fevkalade önemlidir. Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Türkovak aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede. بهذا الإعلان دكتور يوسف تركيا أصبحت دولة عظمى. بهذا الإعلان أصبحت تركيا منافسا قويا لمن يتاجر بهذا الداء وبهذه المصيبة. تركيا أصبحت الآن مصدرا يوثق به بأن هنالك لقاحا يمكن الاعتماد عليه. أنا شخصيا لا أثق ولا بأي لقاح غربي أو أجنبي. من الذي قال أنه يجب أن نأخذ اللقاح الروسي أو الألماني أو الأمريكي؟ هذا نقاش آخر، حدثني عن تركيا وأهمية هذا النادي. أما عن تركيا فهو عبارة عن لقاح تم التحضير لهم أكثر من 2 سنة كاملة وتم تجربته واستوفى كل الشروط اللازمة وأثبتت نتائج عالية جدا وتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية، وبالتالي أصبحت تركيا دولة منافسة في هذا الموضوع. وبالتالي هذا اللقاح محلي، لقاح وطني، لقاح للأمة بكاملها. أنا أنصح الجميع الذي لم يأخذ هذا اللقاح أي لقاح ضد كورونا، هذا اللقاح يوثق به. لا هنا لا أسوق له ولا أعمل دعاية له، ولكن نجحت تركيا أن تكون سينعكس خيرا كبيرا على تركيا بكل تأكيد، وهي دولة مصنعة وسيتم الإنتاج بشكل سريع جدا في الأسبوع القادم بإذن الله. طيب دكتور، رجع لنا الأستاذ ناصر محمد سريعا. أستاذ ناصر أهلا بك من جديد، مدير أو الخبير في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي. أستاذ ناصر تسمعون الآن؟
نعم أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله. في عجالة أستاذ ناصر، لو تكرمت أعطيني رأيك من ناحية إدارة الأزمات، كيف نجح الرئيس أردوغان بتحقيق ما حصل للليرة، وكيف تقيم الوضع الحالي للاقتصاد التركي سريعا؟ حياكم الله. أولا تحية لك ولضيفك الكريم الدكتور يوسف، وأنا أعتبرها الليلة هي ليلة تاريخية أيضا مع إعلان الرئيس التركي موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح كورونا المصنع تركيا. ما يخص انخفاض الليرة التركية وخطاب الرئيس أردوغان حول المعالجات التي تمت للسيطرة أو للتحكم في هذا الانخفاض، تسمعني؟ نعم أسمعك أستاذ ناصر. بالنسبة لتذبذب الليرة كما كان، عندك ما تقوله في هذا الإطار سريعا؟ أنا أخي الكريم، المنظومة والنظام الاقتصادي الإسلامي هو في الحقيقة يعني نظام يعني قوي، ونظام فيه معالجات لكل الأزمات الاقتصادية بشكل عام، والحلول فيه يعني الحلول موجودة إذا وجدت العزيمة والإرادة لدى أي قيادة سياسية. أعتقد أن تركيا الآن سائرة في خط صناعة أو بناء يعني أدوات وآليات لهذا النظام. أستاذ ناصر، ما قصة مشروع أسهم وعملة كيو أم ترك الزراعية للمساهمة في تحقيق رؤية تركيا 2023؟ هذه يا أخي الكريم، هذه منذ شهر تقريبا مع انخفاض الليرة قمنا ومجموعة من المهتمين بالشأن الاقتصادي ومراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمعلومات الاقتصادية، جمعنا معلومات حول الاقتصاد التركي، ومن خلال جمع المعلومات اهتدينا إلى فكرة أعتقد جازما أنها ستكون حلا ناجعا لعملية استقرار العملة بل ولتحريك وزيادة النمو. ابقى مع أستاذ ناصر، ابقى مع لو تكرمت. أختم معك دكتور يوسف، هذا أمر مبشر أيضا أنه في اقتراحات من رجال أعمال من خبراء في إدارة الأزمات، كما يتفضل أستاذ ناصر، يحتاج الموضوع إلى بحث معه طبعا فيما يطرح وإلى وقت، لكن أهمية أن يساهم العربي الموجود في تركيا بوضع حلول. وأختم معك، انتهى الوقت يا سيدي. طبعا تركيا هي الآن تفتح أذرعها لجميع من هو موجود في تركيا، سواء كان تركيا أو متجنسا أو مقيما أو من أصول عربية أو غير ذلك، الكل لديه الإمكان لكي يساهم في نهضة هذه الأمة. وبالتالي مع جميع المقترحات ومع جميع الحلول، إدارة الأزمات عامل مهم جدا في تركيا. لدينا جميع مؤسسات، أو نتكلم عن جمعيات رجال الأعمال، ما فات جمعية رجال الأعمال، هي التي تعطي النصائح للعمل السياسي، هي التي تعطي خارطة الطريق، تعطي يصل النبض الحقيقي، ما هي المشاكل وما هي الحلول المقترحة. الموسياد أحد أهم هذه الجمعيات، ارتياد جمعية رجال العمل والأعمال العرب والأتراك، هنالك مؤسسات للمستثمر العربي تعال إلى تركيا بكل تأكيد ومفتوح. ما في خوف، لا خوف، والقانون هو نظام مرحلة جديدة، القانون والقضاء فوق الجميع، وهو محمي بالقانون، وهو أعلم بأن يجب أن يعلم كل مستثمر عربي أو أجنبي أنه مرحب به طالما هو يخضع للقانون، خاصة في هذه المرحلة دكتور، أليس كذلك؟ مرحلة ما بعد خطاب أردوغان. هذه المرحلة هي المرحلة الذهبية يا سيدي. شكرا. الذي يأتي إلى تركيا هو الآن يستفيد، والذي يتأخر تفوته الفرصة. شكرا جزيلا دكتور يوسف كاتب أوغلو، الخبير في الشأن التركي والمحلل السياسي، شرفتنا كالعادة في الاستديو التاسعة، أهلا ومرحبا. سأتابع معكم مشاهدين الكرام فيما بقي مع الأستاذ ناصر. أستاذ ناصر، ما يميز هذا الطرح الذي تتفضلون به أستاذ ناصر في موضوع ربما إفادة الاقتصاد التركي والليرة التركية؟ دعني أختصر الفكرة أو المشروع. هو تقريبا مكون من حوالي 12 ورقة فيها دراسات مستوفاة عن الاقتصاد التركي. ولخص الفكرة باختصار شديد، الرئيس أردوغان ذكر في خطابه الأخير أنه يوجد ما لا يقل عن 5000 طن ذهب، ما يوازي 280 مليار دولار، وسمى تحت الوسادة. الفكرة فكرتنا قائمة أنه كيف نجذب هذه الأموال سواء دولارات أو حتى أو ذهب، كيف نجذبها بدل أن تكون يعني مكتنزة ومحفوظة
تحت الوسادة بحسب تصريح ومصطلح السيد أردوغان، وهو مصطلح ذكي ويخاطب الشعب بلغته البسيطة. فكرتنا قائمة على أن الدولة تتبنى بيع مليار سهم بأصل زراعي، يعني مليار وحدة عملة رقمية لكن بأصل استثمار زراعي، يكون قيمة الوحدة الواحدة 10 متر مربع قابلة للاستصلاح زراعي. الواحد المليار السهم يوازي تقريبا 10 مليار متر مربع، وهو ما يوازي 1 مليون هكتار. هل تعلم كم عدد تركيا، كم تملك هكتارات أراضي زراعية؟ تملك تركيا تقريبا 77 إلى 78 مليون هكتار. يعني بمجرد إذا الدولة قامت بمنح يعني المواطنين، كما ذكر الدكتور يوسف اللي هو موضوع الركاز، وأنه الماء الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والمرعى، إذا تم منح مليون فقط، مليون هكتار من 77 من الأراضي الخاصة بالدولة والغير مستثمرة زراعيا. بالمناسبة تقريبا 45 مليون هكتار أرض زراعية في بس أستاذ ناصر، شو علاقة الليرة بالأراضي الزراعية؟ أيوة، علاقة الليرة بالأراضي الزراعية أن الإقبال على الدولار تمام، وبيع الليرة هو الذي يعمل ايش انخفاض لسعر الليرة، لأنه ارتفاع العملات وقائم على العرض والطلب. فإذا استطعنا أن نجعل الناس ونجعل الشعب التركي والمستثمرين حتى المؤسسات المالية بدل أن تقبل لشراء الدولار أن تشتري الأسهم أو العملة الرقمية الجديدة التي نقترحها وسميناها كيو ام ترك الزراعية. وبالمناسبة هذه العملات ستكون هي أصل الأصول. يعني أستاذ ناصر، هل تريد تحويل كل الأراضي المملوكة للدولة إلى أسهم؟ نريد فقط أن تحويل مليون هكتار من 77 المليون هكتار الذي تملكه تركيا. هكتار واحد فقط ممكن يحل الأزمة، يحل أزمة انخفاض الليرة، لأنه سيجعل الكل إذا 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 تم تسويق هذه العملة من قبل الدولة وتبنت الحكومة هذه العملة وأصلها. يعني أستاذ ناصر، نحن لا نتحدث عن تغطية الليرة بالذهب، بل تغطية الليرة التركية بالأراضي الزراعية. لماذا بس هذا فهم استنتاجي صحيح؟ هذا الاستنتاج صحيح؟ أنا بالمناسبة في هذا الفكرة جلست مع العديد من الخبراء في الاقتصاد، سواء في الإخوة، بعض الإخوة في تركيا وعندهم المشروع، أرسلته لهم على أساس يوصلوا إلى الجهة إلى الجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن. وأيضا استشرت خبراء في الاقتصاد من الإخوة العرب المعروفين في خبرتهم الاقتصادية. من ينفذ هذه الرؤية أستاذ ناصر؟ بنصف دقيقة انتهى وقتنا، من ينفذها؟ واختم بما تريد إن أحببت. والله الحكومة، إما الحكومة تتبناها وهو الأفضل، أو أنها تتيح للقطاع الخاص أن ينفذ هذه الفكرة، ونحن نضمن من خلال هذه الفكرة أن يتم في 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 هذا المشروع توفير ما لا يقل عن 40 مليار دولار. نعم، سيتم شراؤها بما يوازي 500 مليار ليرة. هذا الرقم تعرفه مثلا. طيب، أرقام لافتة حقيقة أستاذ ناصر، وطرح الاستثمار القطري. نعم، عفوا، الاستثمار القطري كان 10 مليار، الاستثمار الإماراتي مع واضح أستاذ ناصر الإماراتية وصلت كان 10 مليار. هذا المشروع يحقق من تحت الوسادة، نستطيع أن نجد من الأموال التي تحت الوسادة لا يقل عن 40 مليار دولار، ويتم بيعها بالليرة من أجل أن يقبل الناس على الليرة. فإذا زاد الطلب على الليرة تمام انخفض التضخم. جميل أستاذ ناصر، شكرا لك حقيقة. كنا نود أن تكون معنا قبل لتأخذ وقتك أكثر، لكن فنيا تأخرت ربما بالانضمام إلينا، ربما الحديث تتم وهذا طرح يعني مهم كما يبدو للمعنيين بهذا الشأن. على كل حال شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر المطري، شكرا للدكتور يوسف كاتب أغلو مرة أخرى، وشكرا لكم مشاهدين الكرام، في أمان الله.